تعالوا بقى حضراتنا نعرف ايه المستجدات في النادي الاهلي في فروعه المختلفه وفي فرقه المختلفه من خلال زميلتنا سالة حامد، هي موجوده حاليا في فرع النادي الاهلي بالجزيره. صباح الفل عليك يا سالة، اتفضلي احنا سامعينك. صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهوان، صباح الخير على كل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقة جديدة في بداية الأسبوع من 10 الصبح في الأهلي، وكده زي ما أنت قلت يا كريم حاليا أنا متواجدة داخل لمقر النادي الأهلي بالجزيرة عشان أنقل لكم كل الأمور والأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وجميع فرقه الرياضية. وخليني أبتدي معاكم بأخبار الفريق الأول لكرة القدم تحت قيادة مستر ريكاردو سواريش، ويمكن النهاردة إن شاء الله يعني هو وجميع لاعبي النادي الأهلي عندهم مواجهة مهمة أمام مصر المقص في الدور ال 16 من بطولة كأس مصر، واللي هتقام النهارده إن شاء الله في تمام الساعة 8 مساء على استاد الأهلي والسلام. ده بالنسبة لمباراة اليوم. يمكن خليني كمان يا كريم وأنا هوندا أكلمكم شوية عن يعني آخر استعدادات الفريق قبل مباراة النهارده. يمكن امبارح يعني كان المران الختامي بالنسبة لفريق النادي الأهلي على ملعب مختار التتش. يمكن قبل المران ما ينطلق يعني عقد ريكاردو سواريش زي محاضرة بالفيديو أو فيديو ميتنج يعني مع لاعبي النادي الأهلي الحديث عن كافة الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة مصر المقصة، وطبعا يعني كل النقاط الضعف والقوة اللي عند لاعبي مصر المقصة عشان طبعا يركزوا عليها لاعبي النادي الأهلي خلال المباراة. ويمكن يعني بعد المحاضرة خاض لاعبي النادي الأهلي التدريبات بشكل طبيعي سواء تدريبات بالكرة أو يعني كل التدريبات اللي ليها علاقة بالجانب البدني. كمان على هامش المران يعني عمرو السولية وطاهر محمد طاهر يعني كانوا موجودين على هامش المران وكانوا بيواصلوا البرنامج التأهيلي الخاص يعني بكل لاعب مصاب. يمكن ده طبعا تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم. يمكن يعني البرنامج التأهيلي كان عبارة يعني عن شوية يعني جري حول الملعب أو بعض التدريبات في صالة الجيم، واللي يعني دي كلها من ضمن البرنامج التأهيلي المحطوط لهم طبعا تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم. كمان احمد عبد القادر واحمد نميل كوكا يعني كانوا متواجدين في التدريب بشكل طبيعي وكانوا يعني بيواصلوا التدريبات بشكل طبيعي مع لاعبي النادي الاهلي وكانوا مشاركين في التدريب بشكل كامل، فهم كمان مستعدين ان هم يكونوا متواجدين النهارده في مباراه اليوم مع كل لاعبي النادي الاهلي. ده بالنسبه للفريق الاول لكره القدم. خليني بقى اروح لجميع الالعاب الاخرى وقطاع كره اليد بنادي الاهلي. ويمكن يعني زي ما قلنا قبل كده ان يعني راؤول جراسيا المدير الفني والمسؤول عن قطاع الناشئين لكرة اليد بنادي الأهلي يعني هو متواجد في النادي الأهلي عشان يطور قطاع الناشئين، ويمكن من أول الحاجات يعني اللي بدأ بيها في خطته لتطوير قطاع الناشئين إنه يعني نظم ورشة عمل للأجهزة الفنية لجميع الفرق في كرة اليد، وكمان يعني جميع المدربين والمدربات والكل يعني العاملين في منظومة كرة اليد هو يعني عمل لهم ورشة عمل عشان يشرح لهم كل الجوانب الفنية والخططية اللي ليها علاقة بلعبة كرة اليد عشان يطور يعني القطاع للعبة دي لعبة كرة اليد بالنادي الأهلي. وده طبعا يعني وفقا لأحدث البرامج والأساليب العالمية الحديثة اللي ليها علاقة بلعبة كرة اليد. كمان بالنسبه للعبه كره الطايره امبارح يعني انضم 7 من لاعبي النادي الاهلي لمنتخب مصر، واللي ان شاء الله يعني القائمه منتخب مصر اللي هتشارك في بطوله كاس العالم لكره الطايره واللي هتقام ان شاء الله يعني خلال الشهر ده يا كريم ونهواند يوم 26 اغسطس في بولندا وسلوفانيا. ويمكن يعني مصر هتكون في المجموعة السادسة معاها إيران وهولندا والأرجنتين، ويمكن 7 من لاعبي النادي الأهلي اللي إن شاء الله يعني هينضموا لمنتخب مصر هم أحمد سعيد، محمد عادل، حسام يوسف، وأحمد قطب، عبد الرحمن الحسيني، عبد الرحمن السعودي، والليبرو محمد رمضان. دول 7 من لاعبي النادي الأهلي اللي إن شاء الله هيكونوا متواجدين في قائمة منتخب مصر المشاركة في بطولة كأس العالم. كمان امبارح يعني خليني أقول لكم إن مستر أجاستي بوش المدير الفني الإسباني لفريق النادي الأهلي يعني وصل لمصر بعد ما انتهى من يعني عطلته في اسبانيا، رجع خلاص امبارح وان شاء الله يعني خلال يومين هيبتدي تدريباته بشكل طبيعي مع جميع لاعبي النادي الاهلي اللي كمان يعني رجعوا خلاص من البهامز مع منتخب مصر. هينضموا كمان ان شاء الله للتدريبات الجماعيه ما عدا زي ما قلت قبل كده المحترف الجديد والوفد الجديد لنادي الاهلي والتر هودج، ان شاء الله هينضم مع الفريق بدايه من الشهر القادم استعدادا يعني للمشاركه في بطوله العربيه اللي هتقام ان شاء الله في الكويت في شهر اكتوبر.
استجمالا لجميع اخبارنا النهارده، كمان خليني اقول لك يا كريم واقول لك يا نهاوند انه يعني فريق العاب القوه بالنادي الاهلي تحت 16 سنه توج ببطوله الجمهوريه امبارح في المركز الاولمبي بالمعادي، ويمكن البطوله دي اللي بيشارك فيها 38 نادي ومركز شباب و546 لاعب و312 لاعبه، ويمكن من النادي الاهلي 90 لاعب ولاعبه من النادي الاهلي شاركوا في بطوله الجمهوريه الالعاب الاخرى، ولكن يعني في النهايه توج النادي الاهلي ببطوله الجمهوريه تحت 16 سنه. يمكن دي يا كريم ونهاوند كانت اخبارنا النهارده اللي ليها علاقه بجميع الفرق الرياضيه، وطبعا الفريق الاول لكره القدم ومباراته النهارده ان شاء الله مع نادي مصر المقصه في بطوله كاس مصر دور ال 16. اكيد انا معاك يا كريم ومعاك يا نهاوند لو في اي سؤال، والان هعود مره اخرى للاستوديو كلمه ليك طبعا. مفيش اي اسئله، في بس كل الشكر ليك زميلتنا العزيزه ساره حامد على هذه التغطيه.